السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند وأبرز العناوين لنشرتنا لهذا المساء. عقدت الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء لجمهورية صوماليلاند، ترأسها رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة مسبيح عبدي ونائب رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيداي. رئيس هيئة الموظفين لجمهورية صوماليلاند افتتح اجتماعا للمديرين العامين لكافة وزارة جمهورية صوماليلاند. وضع وزير وزارة الموارد المائية حجر الأساس لافتتاح 3 آبار للمياه في مدينة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، أملنا إليكم النشرة بالتفصيل. عقدت اليوم الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء لجمهورية صوماليلاند، الجلسة 121، وترأس هذه الجلسة رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة مسبيح عبدي ونائب رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيداي. وأقيمت هذه الجلسة بمقر قصر جمهورية صوماليلاند بالعاصمة هرقيسة. عقدت اليوم الجلسة 121 لمجلس الوزراء لجمهورية صوماليلاند والتي ترأسها رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة مسبيح عبدي ونائب رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي، وتم التناقش من خلالها بشأن القضايا المتعلقة بالأمن والتجارة وتمت الموافقة على قضايا مختلفة. بداية استمع مجلس الوزراء إلى إحاضة عامة حول الوضع الأمني في البلاد من وزير وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية صوماليلاند معالي الوزير محمد كاهن أحمد الذي قدم معلومات عن الوضع الأمني في البلاد. كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التجارة والصناعة والسياحة السيد محمود حسن سعد الذي تحدث عن القضايا العمل في البلاد. من جهة أخرى، أجرى مجلس الوزراء مناقشة وتحليلات مطولة حول التعديلات والإضافات على قانون أعدهما النائب العام لوزارة الثروة الحيوانية والتنمية الريفية ووكيل إدارة الكوارث والاحتياط الغذائي لجمهورية صوماليلاند. أولا، استكمال وتعديل قانون تربية المواشي قانون رقم 2006 فقرة 34. ثانيا، تعديل وإضافة على قانون هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الوطنية لجمهورية صوماليلاند قانون رقم 2007 فقرة 35. وأخيرا، صوت رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة مسبيح عبدي على القانونين اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء بالإجماع وسيتم إحالتها إلى مجلس النواب في جمهورية صوماليلاند. وضع اليوم وزير وزارة الموارد المائية لجمهورية صوماليلاند وبرفقته محافظ إقليمي أوضل حجر الأساس لافتتاح مشروع بناء 3 آبار للمياه في مدينة بورما. وضع وزير التنمية الموارد المائية لجمهورية صوماليلاند معالي الوزير صليبان يوسف علي كوري وبرفقته محافظ إقليم أوضل وإدارة الشركة الشعبية صوماليلاند التي تدير المياه في مدينة بورما حجر الأساس ل3 آبار مياه سيتم تنفيذها في الجانب الغربي من مدينة بورما، وسيشارك هذا الآبار الثلاثة في توسيع نطاق المياه في بورما، حيث تعمل وزارة التنمية الموارد المائية في جمهورية صوماليلاند لتوفير مياه صالحة للشرب لسكان مدينة بورما. حفل وضع حجر الأساس هذه الآبار الثلاثة كان أولا ما تحدث عنه منسق وزارة التنمية الموارد المائية بإقليم أوضل محمد عمر دنبيل ورئيس مشروع توسيع المياه قرب مدينة بورما أحمد بده، وأشاروا بأنه سوف يستفيد منها أهل بورما. وتحدث هناك أيضا محافظ إقليم أوضل حسن طاهر هادي ونائب رئيس شركة صوماليلاند الشعبية التي تدير مياه بورما، كما تحدث هناك أيضا بعض من مسؤولي منظمة SDF
وأخيرا تحدث هناك وزير التنمية الموارد المائية لجمهورية سوماليلاند معالي وزير سليبان يوسف علي كوري، قال إنه في عام 2019 قام وزير التنمية الموارد المائية بوضع أول بئر في غرب بورما، واليوم كنت محظوظا لمدة 4 سنوات لوضع وافتتاح 3 آبار في وقت واحد، وسيكون هذه الآبار 3 بمثابة المرحلة الثانية من توزيع المياه في مدينة بورما. افتتح اليوم رئيس هيئة موظفي الحكومة لجمهورية سوماليلاند سعادة خالد تامع قضح اجتماعا موسعا مع كافة المديريين العامين للوزارة جمهورية سوماليلاند. افتتح رئيس هيئة موظفي الحكومة بجمهورية سوماليلاند السيد خالد تامع قضح اجتماعا مع المديريين العامين لكافة وزارة جمهورية سوماليلاند والهيئات الحكومية لجمهورية سوماليلاند. وتناول اللقاء الذي عقد بمركز هيئة موظفي الحكومة المنظومة الحديثة للخدمة العامة التي تعمل عليها هيئة موظفي الحكومة في الآونة الأخيرة. في البداية افتتح الاجتماع رئيس هيئة موظفي الحكومة لجمهورية سوماليلاند السيد خالد تامع قضح في عام 2014، وقال رئيس هيئة موظفي الحكومة إنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع مدراء العامون للوزارات والمؤسسات الوطنية لتبادل المعلومات حول برنامج تحديث الكادر الوظيفي وكيفية عمله والتعاون وكيفية تنفيذه في عام 2024 العام المقبل. وقال رئيس هيئة موظفي الحكومة لجمهورية سوماليلاند إن برنامج التحديث للموظفين الوطنيين الحكوميين يتماشى مع برامج التحديث الأخرى التي تعمل عليها الحكومة وسيتم نقله من طريقة العمل الحالية. وقال رئيس هيئة موظفي الحكومة لجمهورية سوماليلاند السيد خالد تامع قضح إن المديرين العامون لديهم دور مهم للغاية في تحديث القوى العامة الوطنية، وسيقوم هذا البرنامج بتغيير الأنظمة القديمة المستخدمة في تغيير مستوى موظفي الحكومة والإجازات الأنظمة وتغيير الموظفين من وزارة إلى وزارة أو مؤسسة، حيث سيتم من خلال هذا البرنامج تحديث تخزين البيانات الخاصة بموظفي الحكومة. أما آخر خبر في نشرتنا لهذا المساء، وضع اليوم محافظ إقليم سناك السيد أحمد عبد موسى وبرفقته عمدة مدينة قري لود ونائبه حجر الأساس لبناء مركز جديد للأمومة والطفولة في مدينة قري لود. وضع محافظ إقليم سناك السيد أحمد عبد موسى وبرفقته عمدة بلدية قري لود ونائب عمدة تلك المنطقة ووجهاء المنطقة وبعض المغتربين في منطقة قري لود حجر الأساس لمركز الأمومة والطفولة بمنطقة قري لود. مركز الأمومة والطفولة الذي تم بناؤه في منطقة قري لود يتم بناؤه من قبل بعض المغتربين في تلك المنطقة. تحدث في البداية عن المكان الذي تم فيه وضع حجر الأساس من قبل بعض وجهاء منطقة قري لود السيدة حواء عيدن فرح إحدى المغتربات من قري لود في إقليم السناق. تحدثت هناك ووعدت بإنجاز مركز الأمومة والطفولة في قري لود كمغتربة مواطنة في تلك المنطقة للمشاركة في مشروع بناء مركز الأمومة والطفولة في المنطقة. ووجه محافظ إقليم السناق السيد أحمد عبد موسى مدير عام وزارة تنمية المياه وإدارة منطقة قري لود. ووجه محافظ إقليم سناك أحمد عبد موسى مدير عام وزارة التنمية المياه وإدارة منطقة قري لود الذي تحدث هناك أيضا شكر للمقتربي منطقة قري لود وخاصة السيدة حواء الدين على بناء مشروع الأمومة والطفولة في إقليم سناك خاصة في مدينة قري لود، والتي قالوا أن هناك حاجة كبيرة لهم ووعدناهم بأن يقوموا بواجبهم ويكملوا المتطلبات. أستاذ صفاء الدين فرج علي أحمد رئيس البعثة المصرية بالصوماليلاند التعليمية هنا، ما هي الإنجازات التي حققتها هذه البعثة المصرية التعليمية خلال تواجدها بالصوماليلاند هنا على مدار ما يقرب من 20 عاما؟ هل حققت نجاح في تعليم الصوماليين الصوماليلانديين اللغة العربية؟
أعتقد إلى حد ما، لأن إحنا بدأنا هنا من سنة 2000 تقريبا كما تفضلت سعادتكم، من حوالي 20 عام، وجاء هنا معلمين كثر من جمهورية مصر العربية، وتخرج العديد من الأجيال على أيديهم، وأنا أقابل بعضهم في بعض عندما أنهي بعض المصالح، فيقول لي كان عندي مدرس مصري كذا، ويذكره بالاسم ويذكره من محافظة كذا بمصر، وتكون ويعبر عن هذه الذكرى بشكل طيب. فهذا دليل على تأثير المعلم المصري في الطالب الصومالي لاندي، فنحن سعداء ونفخر بالتعاون مع صومالي لاند. إذا أستاذ صفاء، خلال تواجد حضرتك هنا بالصومالي لاند على مدار 3 أعوام، ما هي أكثر الأشياء التي شدت انتباهك لطبيعة الصومالي لاند أو عاداتها أو تقاليدها؟ والله لفت انتباهي بساطة الناس وطيبة القلب، وممكن نحتد في موقف فتقول كلمة فيتقبلها ونضحك، يعني فعلا لمست بساطة الناس. أيضا انتشار المساجد وسماع الأذان في كل مكان، هذا طبعا متقارب مع ثقافتنا كمصريين، فهذا يجعلنا يعني نتأقلم أكثر هنا ونتعود على المعيشة هنا. فكان معنا مجموعة من سنتين أنهوا عملهم هنا، كانوا يشعرون بالحزن عند مفارقات سومنلاند، وأنا كنت أستغرب. يريدون أن يبقوا هنا. يريدون أن يبقوا، أنا كنت أستغرب يعني في هذا، وأنا حاليا أعاني من هذا الشعور. فأنا سوف أنهي إن شاء الله في العام المقبل في يونيو، فأنا أعاني من نفس الشعور. أتمنى أن تبقى معنا. إن شاء الله سوف أزور سومنلاند مرات ومرات إن شاء الله من البلاد، بعد أن وقعت في حب بريطانيا وزيارة بريطانيا، فأنا وقعت في حب سومنلاند وأحب أن أزورها مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية لهذا المساء. تقبلوا مني أنا عمر عبد عمر ومن فريق العمل الرياضي والمناوي، إلى اللقاء.